تسلم اليوم المتحف المركزي للجيش الوطني الشعبي مجسم الباخرة بلغاريا التي استعملت في نقل الأسلحة للثورة التحريرية المجيدة. حفل التسليم حضره مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني العميد ماضي بوعلام والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عوام وممثلين عن وزارتي المجاهدين والثقافة والمجاهد وقيادي في دارالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا علي هارون وكذا سفير بلغاريا بالجزائر. ملك صوت والتفاصيل. المجسم الصغير الذي تسلمه المتحف المركزي للجيش اليوم يؤرخ لمغامرة كبيرة. إنها مغامرة السفينة بلغاريا التي انطلقت من ميناء فارنا لترصد 19 نوفمبر 1961 بإحدى الموانئ المغربية، وهي محملة ب2500 طن من الأسلحة والذخيرة لدعم الثورة التحريرية، وذلك في الوقت الذي شددت فيه السلطات الاستعمارية الحصار على الثورة داخليا وخارجيا. بعد اتصالات سرية عديدة وترتيبات دقيقة تتطلبها ظروف الثورة التحريرية وأساليب جلب العتاد والأسلحة من دول أخرى، نجحت المهمة بعون الله وبفضل الرجال، إرادة الرجال المخلصين الذين صنعوا المعجزات بفضل إيمانهم بالقضية المقدسة تحرير الوطن. أتقدم بالشكر نيابة عن السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالشكر والتقدير لأصدقاء الثورة الجزائرية الذين ساهموا بفضل مساعداتهم في تحرير البلاد. السفينة بلغاريا جسدت إذن ذلك الدعم الأخوي والتضامن اللامشروط للأصدقاء مع الشعب الجزائري وثورته. سي Les Bulgares n'étaient pas convaincus et tous les pays qui nous ont aidés de la justesse de notre cause, nous n'aurions pas parlé de Bulgaria. Le Bulgaria n'est pas venu pour gagner de l'argent, pour vendre des armes. Il est venu par conviction politique, idéologique. Voilà pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui la grandeur de la révolution algérienne, son impact dans le monde. وفي رد للصدى أشاد السفير البلغاري بالجزائر بتضحيات الجسام للشعب الجزائري. J'admire le sens de responsabilité des Algériens par rapport à leur propre histoire, surtout parce que finalement la Bulgarie n'a fait qu'un tout petit effort par rapport à l'effort fait par le peuple algérien. مجسم السفينة بلغاريا يوجد اليوم في مكانه الطبيعي المتحف المركزي للجيش.